يسعد صباحكم. بما انه فتره امتحانات ودائما الطلاب بيكونوا بحاجه لاي نصيحه ممكن تساعدهم على التركيز بشكل اكبر وانه يدرسوا اكيد بهيك بفعاليه اكثر، بيحتاجوا كثير لاكل. صح، بيحرقوا طاقة وبيتعبوا فبيحتاجوا أكيد لغذاء. تماماً، في ناس هي بتجي بقى يا ناس تلاقيهم قطعوا ما عاد أكلوا أبداً، يا ناس العكس. أنا كنت العكس. أنت هيك؟ أنا والله كنت العكس. إيه يعني صراحة. ما شاء الله بالبكالوريا تبع كاسة عصير رايحة، ساندويشة جاية، ما بعرف شو هي. لهيك اليوم نحن قررنا إنه نحكي عن الأغذية والمشروبات يلي لازم يتبعوها الطلاب بفترة الامتحانات لحتى تساعدهم بوقت الدراسة على الحفظ، ولا يتجنبوا كمان الإصابة بالخمول، ويتجنبوا إنه يتفاجئوا بحال يعني بعد ما تخلص هالسنه وهالامتحانات. يعني اكيد. وصارت معنا اخصائيه التغذيه الدكتوره ثواب الغبره لحتى تخبرنا كل التفاصيل اللي رح نتعرفهم مع بعض. صباح الخير يا دكتوره. صباحك، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي معنا. يعني مثل ما قلنا اجمالاً الطلاب الاغلبيه بيزيد اكلهم وقت الامتحانات، يعني على القعده وعلى الدراسه وعلى كذا، عن جد بيكون يمكن في حرق اكثر بهي العمليه. بدش قلب البراد هلا. تماما، هذا غير يعني هذا الشق الثاني هو شق التفقيس اللي هو بيكون لانه الطالب قاعد توتر هلا. تمام، على ماما اعملي لي وماما جيبي لي. الله يخلي هالشباب ويوفقهم، وكمان يخلي اكيد الامهات. شو الاكلات اللي بننصح اليوم الامهات اللي هلا اليوم عم يحضرونا اولادهم عم يعملوا امتحانات عم يقدموا امتحانات لحتى هيك ياكلوا شيء مفيد وبنفس الوقت يركزوا اكثر على دراستنا؟ الاول شيء اليوم ببلادنا نحن اول يوم بامتحانات الثانويه العامه، ان شاء الله التوفيق لكل طلابنا. امين الله. توفيق لاهالي هالطلاب. نحن طبعا من الصبح ما كان في اتصالات، يعني مشان هيك انا بالنسبه لي اليوم تذكرت لانه فقت انه ليش ما في انترنت، ما في اتصالات، فهو لانه في فحص. يعني الله يحميهم يا رب. هلا شوف، هلا اللي بيعمل هلا اكثر شيء الفتح الشهيه، هلا عامل الستريس التوتر. التوتر هلا نحن جايين نحكي انه خير الكلام ما قل ودل، وخير الاكل ما قل ودل. يعني يعمل نشاط وهيك وما يحس الطالب انه جايع او شيء وعم ياكل حشو مصران، وبالاخير يعمل له الاكل هذا المشكله خمول. هلا انا هلا في هجوم على السكريات والشوكولاتات والامور هي، هي بتعمل بعد نص ساعه من اكلها خمول شديد ونعاس شديد، لانه بتستهلك اكسجين الجسم. بدنا ندير بالنا على بعض الاكلات اللي فيها العجين، اللي فيها سندويش كثير، هي بالعكس. يعني حتى انا هلا بقول للاهالي معلش بس هالكم فتره قد ما فيكم تقللوا الخبز. الاكل الحاف كثير بيخلي الجسم يهضم بسرعه، ولانه الخبز بيستهلك كثير من طاقه الجهاز الهضمي. فالفكره انه سندويشات كثير لا، عرفت كيف علي؟ هلا في سناكات الجارينيك، الشغلات اللي فيها روائح عطره والقصص هي، الشغلات اللي فيها ريحه المشروبات الساخنه. هلا النسكافيه انا بركز عليها، الكاكاو، كل شيء فيه مشروب مع رائحه بيعمل تذكر اكثر للمعلومه. اللي بيهمني امره بهالفقره غض النظر عن الماكولات، اول شيء انه انا بتمنى بس يرجع الطالب من الامتحان هلا ياخذ له غفوه ساعه نوم، يريح شوي من ريلاكس الستريس، يريح شوي بعد في اول ما يفيق يحطوا له اهله شويه مي وليمون من دون سكر، بس ليغسل الكورتيزول من جسمه بعد طاقة التوتر وبعد طاقة. هي دكتورة هون ممكن هو الولد مثلا ما يكون آكل، ما يكون فطران، آكل بكون أمه حاشيته، لا تخاف قبل ما يروح على الفحص، هي المطربان تبع تبع الثلاجة كلها، لا تهكي، ما حدا طالع على الريق أبدا. بس سؤال، إنه بيأثر إذا كان في أكل أو ما في أكل ولا لا بكل لا هلا حيفي هلا خايف على معدته وعندها حمضة وعنده هالقصص، هي خلطة تفاحة ومش كباية صغيرة، هلا قد نص المج مي وليمون بيغسلوا جسمه من التوتر. ثاني شيء بيصحصحوا فورا. اول شيء انا بقول هلا لطلابنا اكيد هلا في شيء اسمه عامل فن الدراسه، مين اللي بيفرق طالب عن طالب؟ هل قدراته الذكائيه والحفظيه؟ لا، اللي عارف نظم حاله لهيك ليله. تمام. فهلا نحن بنقول لطلابنا اول شيء بيمرقوا بيكونوا مزبطين امورهم بشهر الفحص، انهم حيقروا ملخصاتهم وامورهم، هي بدها كاكاو بهالساعه، بدها سناك لبين ما امهم ما تكون حضرت لهم الوجبه الاساسيه. هالوقت هاد بيكونوا شوي عم ياخذوا شيء يخففوا على الامور تبعه. انا بلاقي الفواكه قبل الوجبه الاساسيه افضل، يعني هلا مثلا فا اخذ شويه مي ليمون تفاحه تبعه، تحضر له فنجان قهوه او تحضر له معلش هلا هي وقتها كاكاو قهوه نسكافيه تبعه اللي هو لبين ما يحضر عندي اياها وجبه الغداء. حيحطوا ورق او قلم وحقول لهم شو الخيارات تبع الغداء الافضل شيء لطالب بده يتذكر معلومته ثاني نهار. اهم شيء انه يكون يا اما دجاج يا اما في عندنا شيء من الشيء بيسموه السبانخ او الورقات الخضراء، او اكله فيها شويه انجينار او شويه بازيلا وجزر وهالامور، هي تكون خفيفه وسريعه الهضم. هدول الخيارات ثلاثه رائعه جدا لخلايا الذاكره. اللي فيهم عندك ياهم بيحتوا هدول الوجبات ثلاثه على ماده اسمها التريبتوفان بالدجاج، وفي ماده اسمها فيتامين كي 2 بالسبانخ،
والانجينار بيحتوي على مواد تنظيفية، فورا بيطالع له الكورتيزول فورا من جسمه وبيدرس بركونة وبرواق. هدول المواد خيارات الغذاء لطلاب امتحانات الثانوية والتاسع والأمور هاي، كتير بتلاقيهم هضموا بسرعة وعطوا طاقة بسرعة وبيعملوا عندك يا نشاط أكثر شيء بالجسم. هي يعني هيك اقتراحات لغدا، اقتراحات لغدا. خلص الغدا والقصص هاي كلياتها، خلص المادة الحلوة. ولو أنه أنا عذرا من أهالينا وهل بعرف إمكانيات الـ الأمور مو كتير متهلأ متيسرة، عواض الشوكولا الموز يا جماعة، الموز لطلاب واحد تاني نهار عنده فحص رائع أو بده يراجع معلوماته رائع، كمان غني بالتريبتوفان بستة، غني كتير لسرعة تذكر المعلومة، غني للتركيز. يعني هلأ أهم شيء بليلة الفحص التركيز، أنا ما ضيع وقتي بشيء. يعني في طلاب ما بتعرف تدرس، تبلش لي من أول الكتاب هيك، هلأ لا بدي أخذ العناوين والفكرة اللي تحتها، عناوين حتى أنا يعني ضبط الدراسة السريعة، بعدين خلي آخر ساعاتي بالليل لوقت بيصير عندي الأكسجين نقصت بالجسم، إنه هي بقى لشو ما بلحق الفقرة بتركيزها وآخذها كلها. هلأ بيكون هذا هو اللي فرقنا عندي. بعرف واحد طالب يهندس دراسته ليلة الفحص وطالب ما بيعرف يهندس دراسته. الشيء الثاني خلصنا إلنا سناكات هلأ جارنك شوية لوز أو هيك القصص، هي شوية مكسرات بسيطة ما يكون فيها ملح عالي جدا حتى ما يشرب مي ويخنق معدته. هلأ المي منيحة كتير إذا كانت مي وليمون هيك رشفات تمام، فورا تغسل الكورتيزول. الفكرة الأساسية كمان أنا بقول إنه ينحط كل ما بلش يخمل الطالب ويضيق خلقه يحط أحلى عطر عنده يا قدام مكتبه، كل ما خلى بلش يشمه بتنشط. الشم رائع جدا لتنشيط مراكز الذاكرة يا جماعة. أي عواض ما تطعموه وتحشوه أكل وشوكولاتة رايحة وشوكولاتة جاي وأكثر شيء بيضايقني بالموضوع سندويش الشوكولاتة، يعني هذا مدمر كارثة. هذا كارثه بعد نص ساعه الولد طيب تحت القاطر نايم. بس الولد يعني خلص هو بدك ترضيه ليرضى وخلص، هي كم يا عمي قطع يمصمصها ما في مشاكل، بس الاطرميزات هلا تستهلك بطريقه خرافيه. طيب في شغله لا وبيحطوا لي اياها على ورايحه جايه الطعم سيأخذك الى هناك، فعلا بيروح الى هناك ما بيروح بدراسه ابدا. طيب يمكن المشكله الاكبر كمان ما بعرف اذا احنا فينا نعتبرها مشكله او ممكن تمرقي لنا اياها هي القصه، في طلاب لحتى يضلوا مصحصحين بحبوا دائما يركزوا، بنصير نشرب كافيين اكثر، قهوه رايحه قهوه جاي نسكافيه رايحه نسكافيه بالكافيين والنسكافيه غير مشروبات الطاقه غير فيتامين سي كل شوي معه هيك للساعه 8. اوكي اول ما بدي ساعه مو ساعه 8 هي بيوقف لي الكافيين نهائيا عشان يقدر ينام، مشان تفوت المعلومه للقرن الاعمق، مشان يرابط معلومته لثاني نهار. على الصبح على الفجر على هي اخذ كافيين اوكي نعمه، من 8 للساعه 4 الصبح صيام عن الكافيين. طب في اولاد بيحب انه تدرس بالليل، يعني من الاشخاص الليليين خلينا بيقوم بياخذ شيء غير الكافيين عندك اياها باي شيء بالعطر بيفيق حاله، يعني يلاقي شيء طريقه ثانيه يفيق حاله. الكافيين بيأذي الذاكره ليلا اوكي، هي مشان يعرفوا المعلومه تماما. وبعدين لازم يكون نايم شيء بين الساعة 12 للساعة 4 المقلية. 12 للساعة 4 شوف انت خايف على كم معلومة ما عاد راجعته. ال 12 انا حقول له اسمه ذكاء التعامل مع الدراسة. ذكاء تعاملك مع دماغك، جودة ذاكرتك. انت اخذ 3 ارباع ومساويهم هيك وهلا صفيان ربع وما عندك قدرة تلحقهم هدول. نومك ابدا. في شيء عندنا بقواعد علم التغذية ابدأ بالأهم ثم المهم. حتى بقواعد الحياة هي تفريطك لساعات النوم حتضرب تبع 3 ارباع اللي درستهم بتركيز قبل. تمام. فنحن ما نحن ناس ما لنا مثاليين، نحن بدنا شيء الصح انك تاخذ افضل كفاءة لهالساعتين اللي حترجم عندك اياها. الشيء الثاني التوتر اللي فايت انت فيه على الفحص بأي مادة انا بكرهها، كانت مواد ثقيلة، مواد في مواد عندنا فلسفة فيزياء صح هدول تقال الفكرة انه مش لهم هيبتهم ليلك بالنهار لهم هيك لهم هيبتهم بيستهلكوا البطارية تبع الشحن تبع خلص بيروح الشحن كله. الفكرة انك تتعامل مع الموضوع يعني انه في عندنا نحن رب له ساعدني، يعني يا زلمة بيساعدك، يعني انت بس اطلب. يعني في شغلات بعلم الدراسة وبهيك ما بنستعين فيها بالله تعالى، فكر انه نحن كل هي مجهوداتنا، يعني قل له يا ربي انا ما عاد لحق انا هذا هيك شو بساوي، بقوم ربك بيدلك على كم شغلة، يعني
هي في شغلات بتحسي هي بتكتر الصلوات دكتوره اخر يوم يعني قبل الامتحان هيك بتكتر الصلوات عند كل الطلاب كلهم بيصيروا بالفردوس الاعلى هلا لا بده شيء من ربنا بس الله يعفو عنا وحتى ربنا ما بيتركنا بهيك لحظات وحتى بيعرفنا مصلحجيه معه بس رغم هيك رغم هيك الجمال بالموضوع بتحس طبعا. حالك والله هو حمل عنك يعني فبتحسي التوتر كله انسحب بلا مي بلا ليمون انت قل له بس يا رب ان شاء الله يعني عرفتي علي طيب. هو هي الجماليه دكتوره ذكرت آية شيء عن موضوع فيتامين سي يعني اليوم نحن حكينا على الاكل حكينا على المنبهات كمان بيصير في هيك الاهل بيحاولوا يعملوا شيء اكسترا شيء زياده ولا وصفه للاهل بيعطوا عن جد حرام اي والله اي والله عن جد حبيت احترسان للاهل يعني في اهالي وصفه للشعر لانه بيتنكش الشعر بعد الامتحان خالص طلاب شعر وصفه للشعر بعد الحلقه عن جد 100% طيب اليوم صح ياخذوا فيتامينات عم نحكي غير فيتامين سي يعني في اهالي بيقولوا لحتى يتنشط رح اعطيه حبه فيتامين لهالصبي تخيل رح اعطيه ما بعرف شو واوميجا وما بعرف شو ايه؟ هلا شوفي الاوميجا والهي هي للذاكره الطويله اللي عم تترتب على هدوء ليله الفحص اهم فيتامين بصراحه مصحر يعني اهم صراحه هي سرعه استرجاع المعلومه وفيتامين اي اللي موجود بالبيض وبزيت الزيتون بالزيت والزعتر بزمان وعطينا وصفه نحن للذاكره رح ارجع عيدها فيتامين اي بملصك المعلومه بسلاسه من 70,000 معلومه هي اللي بده اياها الطالب ليله الفحص أما أمور الأوميجا والأحماض والترابط والإدراك وهي كانت هلأ هي موجودة معنا طول السنة تمام. أكثر فيتامين بحاجة له الطالب ليلة الفحص هو فيتامين إي وين موجود؟ بالزيتون، زيت الزيتون، بشيء اسمه شوية المكسرات النقطة الثانية أنا بقول هلأ أنا بالنسبة لي الزيت والزعتر اللي فيه منه قسم منه مو الزعتر كله ينزعه ولا هالقصص هي على فكرة الطالب اللي ما له عنده إمكانيات يسف شغلات ينقل شيء يسف زعتر الزعتر بيعمل زعتر مع السمسم فظيع أحسن من الشبساتك يا جماعة والله العظيم هلأ الفكرة حأرجع لفكرة فيتامين إي والفيتامين كمان اللي بيفوت المعلومة وبيرابطها كمان الرائع جدا اللي هو الكيتو اللي قلت لك هو موجود بسلطات السبانخ وبالبقدونس وموجود كمان عندي إياها بصفار البيض هدول الفيتامينين بيعملوا على إعادة ترتيب الأفكار كتير بشكل حلو بالذاكرة المتوسطة والعميقة والنقطة الثانية بيسرعوا لك ملص المعلومة من 2000 معلومة بشكل منظم دون ما بكركب هلا سبحان الله الإنسان المنسق في حدا بيجي بيقول لك أعطيني هي بيعرف وينها بيسحبها بسلاسة في واحد هي بدقة الكل الغزان اللي يجيب شغلة نكت الذاكرة كمان مزعج للذاكرة في هذا اسمه علم الذاكرة علم هندسي يعني أنا وقت بقعد بتطلع عليه أني أكل وأني شرب بده أكسجة بده أكسجين بده واحد يعرف يرتب معلوماته هي فاتة وكيف بده يطالعها في فهرسة وفي في قرنة بالخلايا هي فهرست المعلومات اللي معلومه بتسحب معلومه لكن ليش اساتذتنا كانوا يعلمونا هيك على طريقه اغاني وينكتوا علينا وهيك وهالقصص قوانين الرياضيات هي فهرسه للمعلومه ليش عم اقول له يشم عطر هي ارتبطت بشيء فصارت فورا حبله موجود معك فالفكره الاساسيه علم الذاكره علم رهيب جدا ياخذ بارفان اخر شيء معه على لحتى يمشي هي نفس الفكره اللي بيقولوا انه اذا كنت عم تاكل نوع مسكه معين مثلا نعناع او سكرت نعناع او هيك تتثبت المعلومه اوكي هي نفس الفكره طب نحن كنا كل الوقت عم نحكي على اللي بيزيد اكله خلينا نقول بفتره الامتحانات طب كنا ذكرنا انه كمان في نوع من الاشخاص اللي هن تحت الضغط انا ما عاد باكل ما عاد بشرب بتلاقي يعني بدهوت في حال اشاكي هيك حاله تبعات هالموضوع ايه شو اهم شيء انه بيستخدموا الاهالي لفك راس المعده مص الموز ما لا اجي طالبه بالضغط التوتر تبعه نحيفه جدا وحتروح حالها لانه بدها تتذكر والتوتر اكل اكل ما فشو بتساوي اما بتقطع لها شرايح موز تاخذ شريحه بس لفك راس المعده لانه راس المعده اذا تشنج بيضرب لها مراكز التذكر الشيء الثاني بيزيد التوتر ما بيعود المعلومه تفوت للعمق ما بتعرف تساوي شيء يعني الفكره الاساسيه مص الموز بفك لها راس المعده وابدا لا بقى تضغط عليها لو قعدت طول النهار على نص موزايه المهم مو اشتي اليا كل المري تبعه تمام لانه هذا اذا انفرز بالفحص امتحان الفحص ما بتعود تعرف تكتب لانه بتحس كانه سكينه فايته براس المعده صح مزعج فبتنزع كل كتابتها ودراستها فهذا بنقول ما يكتر اذا عنده ولد تشنج لا يتحشوا ابدا بالاكل ويحطوا له شيء ساخن على راس معدته تماما ويبعت معه شقفه موزه حتى لو كانت بالامتحانات حس هيك يحط شويه موزه بتمه
ومصاب اللعاب الاميلاز تبعنا بينزل عندك اياها بس واقي لبين ما تفتح المعده شوي. بدل ما فتحت المعده رجعت اشتغلت كل الامور عنده. اما هيك يصير هذا هي مشاكل فعلا هي بنلاقيها في ناس بتغوطن بالامتحانات بيهبط سكرها كل هالامور هي لا اكلين ولا شاربين ولا وقت بتلاقي انه في عندها يعني طالبه مكرره هذا التاريخ التمر يكون بجيبتنا بنقص التمره ونمصمصها فورا تطلع الشوارد بثلاث دقائق فورا بتزبط الامور. فهي الاشياء كثير رائعه للحالات الاسعافيه وان شاء الله ما بنتعرض لها تبعنا. والاخر بس على السريع الوصفه تبع الذاكره زيت زيتون في عندك اياه بينخلط فيه شويه كركم وشويه عندي اياها ماده اسمها السمسم هي بتنضرب بالخلاط بتنحط كزيت هذا معلقه الزيت مع الزعتر مع الهي هي رهيبه جدا وصفه لطلابنا بهالاوقات وان شاء الله التوفيق لنا. امين يا رب ان شاء الله التوفيق اكيد للكل. وكمان هيك يعني منحيي اكيد اهاليهم لانه هن كمان اكيد عم يتعبوا من هاي الفترات. عن جد شكرا كثير لك دكتوره. اهلا وسهلا فيك دكتوره. شكرا كثير لك.